إنني إنسان أحب قراءة القرآن الكريم كثيرا، ولكنني لا أحسن قراءته في الوقوف في أماكن الوقف وكذلك المد وخلاف ذلك، وأحيانا أنطق بعض الكلمات خطأ ولكنني أعرف معناها، أي لا يتغير من المعنى شيئا، وإني أجتهد كثيرا في ذلك، كما أنني في بعض الأحيان أقرأ كلمات لا أفهم معانيها، كما أنني أحيانا أقرأ القرآن دون وضوء، فهل علي إثم في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ينبغي للمسلم أن يتعلم القرآن وأن يحرص على تلاوته على الوجه الصحيح مهما أمكنه ذلك، وذلك بأن يتعلم من القراء ويستمع أيضا للقراء حتى يستفيد من قراءتهم وحتى يعدل ما عنده من الأخطاء. فإذا حرص المسلم على تلقي القرآن وقراءته فإنه يوفق إن شاء الله. وأما قضية أن الإنسان يقرأ القرآن وهو لا يجيد القراءة فلا بأس بذلك، يقرأ حسب استطاعته وحسب مقدرته، ولكن لا يتوقف عند هذا الحد، بل عليه كما ذكرنا أن يحاول دائما تعديل قراءته وعرضها على المقرئين حتى يستفيد منهم وحتى يعدل ما عنده من خطأ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق أن له أجرين، دل هذا على أنه ينبغي للمسلم أن يحاول دائما قراءة القرآن وأن لا ينقطع عنه، وإذا حاول وداوم على ذلك فإن الله ييسر له قراءة القرآن على الوجه الصحيح، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عليك أن تحرص على تلاوة القرآن وإجادة القراءة، والله جل وعلا يوفقك لذلك. نعم، شكر الله لكم.